المسلم لا يسب لا يشتم. نبي مسلم نبارة مزبوازي أفتسي طموما مسادي سبناراسي. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يسب ويشتم الكفار؟ موفي قمنا صلى الله عليه وسلم تمنى بنتوني نموكا نانا موكتي نراسي أن رمو كفار برسفين. ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار؟ أولا لي آفك داتين القمنان ننزع بجنة القمنان صلى الله عليه وسلم ممولون من الكفار يعامل هؤلاء بحسن الخلق. فمن صلى الله عليه وسلم تيا نيانا تمنزلو تمنفك داتين نيانا أرسا يدعو لهم بالهداية. فمن تيا ننبعتك من الله سبحانه وتعالى ونزلو با أحاسم الله لنا مبيت. أنتم الآن في هذا البلد دعاة إلى الله، الكل كل مسلم في هذا البلد هو داعية إلى الله. تنظام زيجي أناو سكرجيجا زيا نيانا متفير منتي نيانا متفير من سكتية دينا توفي عنصم لا لن الله سبحانه وتعالى من يولى مريوة رعا ليسيك سكنا قبل سكت من رسالة من الإسلام. لا يلزم أن تكون أنت داعية بلسانك، قد تكون داعية بعملك، نعم بأخلاقك بأعمالك. سبتير نبر النووي بكيانس أملال من الله سبحانه وتعالى أملال في رسالة ترتين سبتير فكوسا أزمة وتوسارة من يانس ونزلو أملال في كداتين نو أم في إتسكناو ستي زنبي تعالي سلاة للمروه كي تأكلت في الإسلام. فلابد أن تلتزم بالشريعة بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تبتدع. كما يزالنا بارن زبادة سنسة تلواتية مفيد تسالة من شريعة لفاقنا رمي في من الإسلام إزينيه المقنان صلى الله عليه وسلم ومعنى أرن أزمامورنا زبادة إزينيه المقنان. نعم.